السلام عليكم. اليوم رح نحكي بموضوع كتير مهم وكتير حساس بالفترة الأخيرة، بالأشهر الأخيرة، ظاهر بشكل علني على الساحة، بيخص اللاجئين السوريين في تركيا. بالفترة الأخيرة عم نشوف خطاب الكراهية ازداد بشكل واضح وطلع عن حده في تركيا بحق اللاجئين السوريين. يعني كمثال، بيشوف واحد انت عم تتكلم بالعربي بالحديقة ففورا بلش عليك، مرة مرتين ثلاثة، مرة رابعة الخامسة، خلص حدك بعقله بده يسوي مشكلة. وشفنا حالات وحالات كتير، شفنا شخص بيكون عليه سوابق او ساوي شي شغلة او عملة، كمثال يعني، ولنفرض انه هذا الشخص مساوي عملة، فورا بيلاحقوه بيضربوه، مو بس بيضربوه، بيضربوا كل السوريين الموجودين في المنطقة، وكمان بيهجموا على المحلات. هاي الظاهرة شفناها بمدن كتيرة، بأنقرة، بمرش، ببورصة، بإسطنبول، بكل المدن تقريبا. يعني خطاب الكراهية بحق السوريين في تركيا ازداد بشكل واضح. طبعا هذا بيأثر، له تأثير كبير كتير على الاقتصاد، على السياحة، على الأشخاص اللي مثلا حابين يجوا على تركيا يشوفوا الأمان، المجتمع، البيئة. هيك بيأثر بشكل سلبي، مو بس سلبي، بشكل سلبي كتير على السياحة التركية وعلى اقتصادها كمان. يعني بشكل أو آخر بينعكس على الاقتصاد. يعني السوريين في تركيا عم يدوروا على مخرج انه يطلعوا من تركيا، و اكيد ما بدنا نرجع على سوريا بسبب الاوضاع الراهنه والاوضاع اللي حاليا المأساويه حاليا يعني. فالطريق الوحيد قدامهم انهم يروحوا الى اوروبا، الى المانيا والنرويج والدنمارك والنمسا وسويسرا وهدول الدول. يعني ما في حل ثاني قدامهم. هن في فئه كبيره من السوريين، انا يعني مطلع على الاخبار وعلى البرامج وعلى التقارير وعلى الريبورتاجات، يعني في فئه كبيره كتير من السوريين حابين يضلوا بتركيا، ولكن في تضييق كتير عليهم. يعني ما عم تاخذ حريتك، انت ما عم تقدر تحكي بالشارع، يعني عم تشتغل ما عم تخلص منهم، عم تقعد بالبيت ما عم تخلص منهم، عم تروح ما عم تخلص منهم. يعني حقيقة خاصة فئة الشباب وبنات، يعني ما بين 15 إلى 30، عم بيعانوا معاناة ما في بعدها. يعني كأنه سوريا جاي سياحة وجاي للكيف لتركيا، مو هارب من حرب، مو هارب من حرب، ومو تارك وراه بيته المخرب اللي قصفوه، مو تارك وراه أرضه وبلده وترابه وكل الأشياء اللي صار له عشرات السنين عم يعمرها لأولاده، تركها ورحل وجا إلى تركيا. ولكن عم نشوف إنه في معاملة سيئة جدا. طبعا السوري خلاص وين بده يروح؟ يعني ضرب هنيك ضرب هون، معاناة هنيك، عنصرية وجرائم وهيك يعني، وقتل. فبده يروح على محل يكون شوي آمن، شوي يتنفس فيه، بده يطلع إلى أوروبا. اللاجئين السوريين بحسب أرقام رسمية إنه كل يوم بيحاول 300 إلى 500 محاولة عبور الحدود التركية اليونانية ليجوا لليونان، وبعد اليونان ليكملوا طريقهم. ولكن اليونان، نحن نعرف سياسة اليونان باتجاه اللاجئين والمهاجرين، بنت جدار على طول يعني يمكن 12 كيلومتر، وبده كمان يمدده لطول 40 كيلومتر. طبعا بالرغم من هذا الجدار، في ناس عم تعدي، في ناس شفنا مقاطع فيديو ما بين النهر الفاصل بين تركيا واليونان، صار لهم مدة كبيرة هناك، لا هذا عم يقبلوه وما فيهم يرجعوا لورا. الجانب اليوناني ما عم يقبلوه، وكمان ما فين يرجعوا لورا بدون أكل، بدون أدوية. ناشدوا منظمات وجمعيات ومنظمات حقوقية، ناشدوهم ولكن بدون جدوى لحد الآن للأسف. هذا يعني أنه خلص بدنا نضل بتركيا ما بدنا نطلع؟ لا، في عندك خيار تطلع على أوروبا، ولكن أنت جاي بطريقة غير نظامية، غير شرعية، فبدك تتحمل نتائج رحلتك، نتائج مغامرتك. في ناس وصلت، في ناس ما وصلت، في ناس انجرحت، في ناس توفت، في ناس
رجعت من اول يوم، من اول ساعه، في ناس انكمشت، يعني انت وحظك وقسمتك ونصيبك. ولكن يعني البقاء في تركيا انا بشوفه يعني من الخيارات الصعبه، اخر خيار انا بالنسبه لي، لانه عم نشوف يعني خطاب كراهيه، وخطاب ما بعده خطاب اتجاه السوريين، يعني عم نشوف لحد القتل. شفنا امبارحه من يومين شاب باول عمره بعمر الورد انقتل على باب بيته. ليش؟ ما حدا بيعرف. اسباب؟ ما حدا بيعرف. شو مساوي؟ يا اخي اذا مساوي شيء قولوا للاعلام، قولوا للناس مساوي شيء، واذا مو مساوي شيء يعني يتحاكموا. للاسف القوانين بخصوص الاشخاص السوريين اللي عم يتعرضوا لهجمات عنصريه، لاساءات، للقتل، القانون بس شكل، بس شكليه، بياخذوه يوم يومين ثلاثة 10 شهر بتلاقوه برا. للأسف القانون ما عم يتنفذ بحق الأشخاص اللي عم يقتلوا وعم يسيئوا للسوريين، هذا واقع. يعني طبعا في أشخاص بيجوا لليونان، في أشخاص بيجوا على بيلاروسيا، بيروحوا على بيلاروسيا فيا زوهيك، في أشخاص سوريين بيروحوا إلى ليبيا والجزائر، من هنيك إلى إسبانيا، وكمان بيعدوا. يعني في عندك كذا طريقة. طبعا يعني كل الدول مو مثل قبل، يعني في تشديد على الحدود. مثلا بولندا عملت جدار طول ارتفاع متر ونص وطول عشرات الكيلومترات، اليونان عملت جدار، عملوا مثل في محاولة صد المهاجرين بالبحر، خط امامي يعني هيك بالجزر اليونانية. يعني الوضع صعب، ولكن الاصعب انك تبقى بتركيا وانت ما فيك تعبر، يعني خلص يعني الواحد بينفجر من قهره. يعني بدك تحكي ما فيك، يعني بتعرف انه الحق معك ولكن ما فيك تقول، ما بتعرف اللغة، وخاصة اذا ما بتعرف اللغة يعني بهدلة بتركيا. مو قصة الاندماج وهيك، يعني لانه الريبورتاجات، لانه التقارير في قنوات يوتيوبرية أتراك بيسووا تقارير أو ريبورتاج هيك، بيسألوا عالم بالشارع أسئلة، فأنا بعرف تركي، بفهم تركي، فبنشوف كمية الحقد على السوريين، كمية الحقد الموجودة عندهم في فئة كبيرة من الشعب التركي، يعني حاقدين 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 حقد، يعني كأنه يا أخي العدو ما بيحقد على عدوه هيك. يمكن هذا الحكي اليوتيوبرية اللي موجودين بتركيا ما حدا بيقدر يحكي هيك، ولكن هذا الواقع. أخواني السوريين، دوروا على مخرج، دوروا على مخرج أحسن وأفضل، لأنه ما بتعرفوا الأمور لوين راح توديكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة أصدقائي، تفعلوا زر الجرس، تساووا شير الفيديو، تعليقات ولايكات، وكل الحب والاحترام للجميع، وكل تقدير لكل شخص عم يساعد بانتشار المحتوى. نلقاكم بفيديو ثاني. سلام.